في من شويه تقرير معين كنا عايزين نعرضه لحضراتكم، ليه علاقه بالتعاقد الاخير للنادي الاهلي وتحديدا فريق رجال السله في النادي الاهلي، تعاقد جديد مع اثنين من اللاعبين عمرو جندي وعمر طارق. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونتعرف على تفاصيل اكثر. الحمد لله على انضمامي للنادي الاهلي، كان حلم ليا يعني، والحمد لله اتحقق يعني، وشرف ليا كبير جدا ان انا العب في نادي الاهلي والبس شيرت النادي الاهلي. والحمد لله يعني الصفقه تمت على خير. طبعا كان فيها مجهود كبير جدا من جانب النادي الاهلي، اولا يعني ان هم يحاولوا يخلصوا الموضوع مع نادي الجزيره، والحمد لله يعني خلصت على خير الحمد لله. جمهور طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا دلوقتي، يعني ان احنا نرضي جمهور ونسعد الجمهور اللي هو من اول ثانيه يعني الخبر طلع الحقيقه، وانا لقيت الجماهير كل يعني جماهير كتير جدا تبعت لي على فيسبوك وعلى كل يعني سوشيال ميديا كلها، وعلى تليفوني حتى على رقمي، والناس كلها بتبارك لي، الناس كلها فرحانه، وان شاء الله يعني هنموت نفسنا ونعمل اقصى جهد عندنا ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان نسعد الجماهير دي ونجيب كل البطولات النادي الاهلي تاني ونرجع النادي الاهلي تاني لمكانه الطبيعي ان هو يبقى الاول في كل حاجه يعني ان شاء الله. مسؤوليه كبيره جدا طبعا، النادي الاهلي نادي القرن واكبر نادي في افريقيا يعني، وطبعا مسؤوليه كبيره جدا اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله نبقى قد المسؤوليه. وطبعا تشالنج كبيره جدا بالنسبه لي وتحدي، وانا قابلت ان انا يعني اخش في التحدي ده، وان ان شاء الله نبقى قده يعني، ونقدر ان احنا نرجع تاني كل البطولات للنادي الاهلي، البطولات المحليه وبطولات القاريه وكل يعني كل البطولات ان شاء الله اللي ندخلها بيبقى هدفنا. طبعا ده يعني النادي الاهلي متعود عليه ان هو اي بطوله بنخشها بنبقى المركز الاول يعني، فده كان حلم شخصي بالنسبه لي انا يعني ان انا العب في النادي الاهلي من وانا صغير، ويعني هو اتاخر شويه بس الحمد لله يعني نتحقق دلوقتي، بس الحمد لله جت في وقتها يعني، وان شاء الله نبقى قد المسؤوليه والحمد لله يعني ان فعلا حلم فعلا ان انا اخش النادي الاهلي وان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. المراحل كانت طويلة شوية، كان في مفاوضات كبيرة، بس أنا بشكر إدارة النادي الأهلي اللي قدرت تخلص الموضوع باحترافية كبيرة مع نادي الجزيرة، وخلصت خدت وقت شوية بس الحمد لله يعني انتهت، وأنا دلوقتي جوه النادي الأهلي. وأنا أصلا مشجع أهلاوي يعني قبل ما أجي النادي الأهلي، فأنا في فريق الكورة وكده بشجعه. طموحنا كبير إن احنا نكسب الدوري السنة دي عشان نقدر السنة الجاية إن شاء الله نرجع تاني بطولة أفريقيا ونرجعها تاني للنادي الأهلي، بعد ما كانت هو آخر نادي يكسبها مصري النادي الأهلي 2017، فإن شاء الله احنا نقدر نرجعها تاني للنادي الأهلي إن شاء الله. أنا عايش ثلاث أيام بالنسبة لي، كان أول ما الخبر ابتدى ينتشر على فيسبوك طبعا كمية رسائل وفيديوهات والسي في بتاعي نزل وكل حاجة، أي من وأنا صغير كل حاجة فجأة لقيتها موجودة على السوشيال ميديا. بشكر طبعا الجمهور على الدعم ده اللي ظهر في الكام يوم الجايين اللي فات قصدي، وإن شاء الله يعني أكون قد المسؤولية اللي هم حطوها عليا من اول يوم، وان شاء الله بدعمكم اول حاجه، واحنا ما قدرناش احنا نموت نفسنا ونشغل على نفسنا اكتر واكتر عشان نقدر نفرحكم ونرجع تاني النادي الاهلي ان شاء الله يبقى رقم واحد السنه الجايه في البطولات المحليه وبطولات القاريه ان شاء الله. زي ما بيقولوا تيشيرت النادي الاهلي كبير، ومش اي حد يقدر يلعب جوه النادي الاهلي يلبس تيشيرت النادي الاهلي، شرف لاي حد ان هو يلبسه، شرف كبير وان اكون موجود هنا، يعني زي ما بيقولوا حلم اي حد ان هو بس يعدي من جنب سور النادي مش ان هو يلعب جوه النادي الاهلي. انا اللي كنت فاكر نفسي طويل. لا ما اعتقدش كان بحط لا لا طويل لا 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 ما شاء الله. دي حقيقة. لا يعني خلينا نقول بس على الصفقه دي، بصراحه صفقه محترمه جدا، عمرو الجندي وعمر طارق، يعني لاعبين اتنين من نادي الجزيره تقال قوي، وفكره كمان هنا
ان هم رفضوا كمان يا كريم، كان جاي لهم عرض من نادي اخر لكن هم رفضوا تماما وتمسكوا بالنادي الاهلي لمده ان شاء الله 3 مواسم هيكونوا معانا. فكل التوفيق ان شاء الله للفريق الاول لكره السله في الاهلي، منتظرين من حضراتكم كده ان شاء الله شغل محترم زي كمان الفتره اللي فاتت. بصراحه كان في شغل محترم جدا ويعني رانكينجز هايله. فكل التوفيق ان شاء الله لكل الفرق بتاعتنا في كل يعني في النادي كله، لان هم اثبتوا مش بس في كره القدم. بصراحه احنا كل يوم بنتكلم عن رياضات مختلفه وبنستضيف هنا ابطال من رياضات مختلفه، وقد ايه الواحد بيبقى فخور وهو بيتكلم ان ابطالنا في النادي الاهلي كمان مشرفينا عالميا، فده شيء محترم جدا.